حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسابك كام يا ابني؟ 4 جنيه يا ابني. لحظة. امسك. اتفضل يا سيدي. 5 جنيه كمان اهي. شكرا يا مولانا. يا سافل سافل يا كلب. انا عاوز بالله قليل الادب. انا عملت ايه يا والدي فيه؟ بتتفرج على افلام سكس يا عصام؟ انا هعمل كده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا لازم اولع في الجهاز الفاكر ده. تولع في مين؟ اولع في الجهاز ده يا والدي دلوقتي. مش هقعد يا والدي. اقدرش اقعد قدام الفسخ ده. اسمع بقى، اعوذ بالله، انت لازم تعلمني كل حاجه في الجهاز ده. لا انا لازم اعرف ابني بيعمل ايه. ما عملتش حاجه يا والدي. معقوله انا هعمل كده يا والدي؟ علمني. حاضر بس الاقي زرار الديليت. شيل الصوره النيله دي. الاقي الديليت وبعدين اشيلها. ديليت دلت. انت تمسك الفرده بتبتدي تحركه لغايه ما السهم يبقى في الفراغ. تكليك تعمل ايه؟ تكليك. بعد ما تكليك تكتب اللي انت عايزه. بعد ما تكتب اللي انت عايزه تعمل بقى انا حصل لي ورجع لك. ما تتاخرش بقى على الصلاه. ها مش حاجه. زملائي واخواني في جيبوتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عصام عصام. ايوه يا والدي. هو انت بتكلم زمايلك في جيبوتي ازاي؟ الام اس ان يا ولد. عايز اتعلم. مش هتقولي لي لبسه ايه؟ العب يا اهلي. انا لازم اشوفك. السلام عليكم يا ولدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله، كل دي سجاير يا ولدي؟ كل دي سجاير؟ انت بقيت مدمن كمبيوتر قاعد عليه بقالك قد ايه؟ يعني هعمل ايه؟ طب يا عصومة الله، ما انا قاعد وحدي يا ابني. طب هعمل ايه؟ بس في الخير يا ولدي. اخس علي. طبعا في الخير يا حبيبي. طيب تأمرني بحاجة؟ عشان انا خلاص على اخري، مش قادر، مطبق من امبارح وما نمتش، ونفسي اغفل لي ساعتين. ادخل انت يلا، نام بسرعه وريح يلا. طيب السلام عليكم يا ولدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ممكن اجي كمان ساعه؟ ممكن طبعا.